احنا معانا تليفون، معانا هدير. اهلا يا هدير، اتفضلي حبيبتي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا بيك حبيبه قلبي، ازيك يا اتفضلي. دكتور؟ اهلا وسهلا يا هدير، ازيك يا حبيبتي، اخبارك انا عندي ايه؟ استفسار لو سمحت. الحمد لله. اتفضلي. كنت عايزه استفسر عن الحبوب اللي بتطلع في وشي والحالات السوداء اللي دايما موجوده، ايه اسبابها وازاي اعالجها؟ بتشربي ميه كويس ولا لا؟ بتاكلي اكل صحي ولا لا؟ يعني تمام. هدير انا عايزاكي تجربي معايا قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت هيبقى كويس قوي معاكي، بيعمل ترطيب للبشره. طبعا الحبوب انت لازم برضو تستشيري دكتور جلدي، ممكن يقولك انت محتاجه مرهم فيه انتيبيوتيك او حاجه، ومحتاجه ترطبي. يعني انت عندك الكريمات موجوده في الصيدليات، اسعار متفاوته، القليل برضو سعره حلو لو مش قادره تجيبي الغالي. دي حاجه. تاني حاجه هتستشيري الطبيب عشان لو الحبوب نتيجه هرمونال ديستربنس او وات ايفر يقول لها. وبدعم جدا قلب مالتي فيت ليها. قلب مالتي فيت هيبقى رائع، لان فيت دايما كده بس ما فيش اي نتيجه. طيب ممكن تجربي قلب مالتي فيت معايا، وهتكلميني في خلال اسبوعين تعودي الاتصال. انت اهم حاجه هتاخدي كبسوله واحده بس مع استشاره الطبيب في موضوع الحبوب. الهالات السوداء هيحسن الهالات السوداء، لان ممكن الهالات السوداء نتيجه اكسده. فانا بقول ان فيتامين اي وفيتامين سي انتي اوكسيدنت ومهمين جدا للهالات السوداء. بلس انك يا ريت لو تعملي كمان سي بي سي. شكرا لان ليكي يا هدي. بالنسبه للهالات السوداء انا لازم اطمن نسبه الحديد عندي كويسه في الدم. بتاثر طبعا. فلازم تطمن ان نسبه الحديد كويسه والهيموجلوبين كويس، بلس ان فيتامين سي بيعزز امتصاص الحديد. لو هي نسبه الحديد قليله بتاخد مع الدكتور سبلمنت فيه حديد، بلس ان الدكتور بيقول لها مع الحديد لازم تاخدي فيتامين سي، لان الحديد لوحده صعب الامتصاص في المعده. بشكرك يا هدير وعلى اتصالك. تقدري تحصلي على قلب مالتي فيت يا اما من الصيدليه اللي جنب بيتك لو متوفر، او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طيب.